أعلن المتحدث العسكري وصول الفرقاطة العزيز إلى قاعدة الإسكندرية إذانا بانضمامها للقوات البحرية. تتمتع الفرقاطة العزيز بالخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة العزيز من طراز ميكو اي 200 التي تم بناؤها بشركة تي كي ام اس بترسانة اس بي ان الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، والتي تعد واحدة من أصل 4 فرقاطات طراز ميكو اي 200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتتمتع الفرقاطة العزيز بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي، مشيراً إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات، لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلها للعمل في المياه العميقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة ما يفرضه الوضع الراهن في المنطقة من تحديات كبيرة في مجال الأمن البحري. خلال عصر السيسي بقت اقوى قوات دلوقتي، ودخلت معدات حديثه كتيره، يمكن طول السنين اللي فاتت دي ما كانش في التقدم اللي في القوات البحريه زي دلوقتي، فاحنا بنشكر سياده الرئيس وربنا يخليه لنا ولمصر. يعني من الاربع جهات خطر، فده بالنسبه لنا امان، منتهى الامان طبعا، حاجه جميله طبعا. هي دي بدايه الامان، البحر عندنا بدايه الامان. ربنا يحميكم ويحمي مصر. الرئيس عمل كتير، وخصوصا ان هو قائد عسكري فاهم يعني ايه قوة عسكرية، لان السلام والتنمية والاقتصاد لازم تحمي القوة العسكرية. دولة بدون قوة عسكرية دولة ضعيفة، واحنا شفنا العالم كله دلوقتي بيرجع تاني اليد القوية تحمي الاقتصاد. والله ده شرف لينا كلنا كمصريين ان احنا عندنا قوات بحرية بهذا المستوى في عصر فيه كل الدول العربية محتاجة القوة والمساندة، واحنا بكرم ربنا علينا الحمد لله شعب واحد ويد واحدة. والنهاردة يكفي ان في هذه الفترة الصعبة في العالم كله عندنا هذه القوات اللي احنا بنشوفها في البحر، حاجة تفرح، فخر لينا والمصر والعرب كلها هذه القوة المستمدة، ويريد كلنا كشعب مصر نحافظ عليها ونكون ايد واحدة، واحنا طبعا قادرين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.